اهم شيء عندنا ان احنا نفصل النفايه ونبتدي نعرف من المصدر نوع النفايه. تمام. فاذا قلنا احنا لازم نحط الرمز الفلاني علشان نعرف انها هي نفايه خطره على الصحه او نعم. لا نعم. او هي نفايه من اصل بلاستيكي وشنو نوع البلاستيك المستخدم او النفايه اذا كانت ورقيه او عضويه من مصادر غذاء واخره، فهذا راح يسهل لي بعدين عملية التعامل مع النفايات أولاً. تمام. ثانياً إذا أقدر أني أتعامل معها بطرق إعادة تدوير مخصصة نفترض فيزيائية مثلاً أو لا، أو أني أستطيع أني أردمها أو لا، أن تكون خطرة أو لا على البيئة بشكل عام، لأن إحنا قاعد ندرس وضع محطات لفرز المواد في دولة الكويت. تمام. فمثل هذه المحطات لما يكون عندي رموز ممكن أنا أتعامل في فصل النفايات راح تسهل علي الكثير وتوفر علي الكثير من ناحية الكفاءة لهذه المحطة.